بيدينا مساحات كبيره جدا للاحتفال وللفرحه صحيح. واعياد ومناسبات. لا احنا وخلي بالك بنستنى يا الحاجات عبير، من السنه للسنه. وخلي بالك يا عبير، من سنن ربنا في الكون انه عمل لنا مواسم، يعني ده صحيح. موسم. ما هو ربنا عمل لنا موسم رمضان، عمل لنا موسم العشر من ذي الحجه، عمل لنا موسم يوم عرفه، عمل لنا موسم يوم عاشوراء، بصي كم موسم. فمن السنن الكونيه المواسم. فالمولد النبوي ده موسم ان احنا نفتكر سيدنا النبي اكتر، ونفكر الناس بسيدنا النبي اكتر عليه الصلاه والسلام. كلمه احتفال في اللغه زياده اهتمام. نحتفل ازاي؟ ممكن نقرا الموالد، في كتب اسمها كتب الموالد يا عبير. بيبقى مثلا الكتاب في يوم 15 صفحه 20 صفحه، بيجمع لك باختصار حبه من الشمائل وحبه من السيره وحبه من الصفات وحبه من الخصائص، وبينظمهم لك في ابيات او في ابيات شعر في منتهى الجمال. نقرا مولد من المواد ونشرحه لاصحابنا ونشرحه لحبايبنا، نحكي الناس عن سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام، نحكي عن ليله المولد. السيده امينه عليها السلام تقول: يوم ولدته رايت نورا خرج مني اضاءت له قصور الشام، ورأيت النجوم تدنو 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 حتى قلت تخر علي. النجوم عمالة تقرب وتحتفل بسيدنا النبي، حتى قلت في نفسي تخر علي تلك النجوم. ورأيت طيورا لم أرى قبلها من مثلها من قبل، تضع مناقيرها على سقف بيتي. احتفالا بسيدنا النبي، الكون كله احتفل بسيدنا النبي. ده هو ده النور. تعرف يا عبير، عندنا آية مفتاحية في القرآن الكريم لو بس نركز فيها تفتح مغاليق كتير جدا. شوف ربنا يقول لك إيه: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. أخدتي بالك يا عبير قبل كده ليه النور جاء قبل الكتاب؟ ليه؟ ليه؟ النور ده حضرة النبي والكتاب والقرآن. مفترض القرآن قبل سيدنا النبي. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. قال لك اصل الناس اللي مش محبه لسيدنا النبي واللي طول النهار يتخانقوا معانا علشان انتوا بتغالوا في سيدنا النبي. هو على فكره مفيش حد غالى في سيدنا النبي قد الصحابه. يتوضا يجروا ياخدوا الميه يمسحوا بيها وشهم ويتبركوا هنا. لا لدرجه انه لما واحد منهم ما لحقش بقى بياخد من ياخد ايد الايد اللي جنبه اللي مطرحها ميه وطرح سيدنا النبي. يعني مش والحديث في البخاري. فلو هنتكلم عن المبالغه والغلو، مفيش حد كان يغالي في حب سيدنا رسول الله قد الساده الصحابه، ودول اسياد. المهم، فقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. أما العلماء قالوا كلام حلو قوي. قال النور قبل القران ليه؟ لان اللي بيقرا القران على طول من غير ما يتعايش في نور سيدنا النبي هيقرا القران في الضلمه، فيبقى جاهل، محتاج نور، فيبقى قلبه قاسي، فيخبط في الحيط، لان القران شديد. سيدنا النبي قال إن هذا الدين متين فأورل فيه برفق بالراحة، ما شد أحد هذا الدين إلا غلبه. ما حدش هيعافر مع دين إلا الدين هيغلبه. فديننا شديد. يعني إيه يغلبه؟ يعني اللي هيعمل نفسه عالم وفاهم كل حاجة ويبدأ يتعالى على ناس، الدين هيوطي له راسه. وإحنا بقى ما بنعملش كده، إحنا تحت جناح سيدنا النبي. إحنا مكان ما سيدنا النبي قال هنروح، اللي قاله سيدنا النبي هنسمع كلام. فقال لك قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. اقرا القران في نور سيدنا النبي، يا اما هتقراه في الضلمه ومش هتفهم حاجه. فعشان كده طلعت جنريشنز حافظ القران احسن مني ومنك، بيفهم في القران احسن مني ومنك. يقرا القران، الحجاج بن يوسف الثقفي كان يقرا القران من اول لاخر من الاخر للاول، اكبر سفاح في التاريخ. قتل قتله، ده قتل سعيد بن المسيب، ده علق سيدنا عبد الله بن الزبير على الكعبه وصلبه. كان يقرا القران من الاول للاخر ميه زي الفاتحه، ومن الاخر للاول يجيبه كده ويجيبه كده حاجه، بس ما قراش القران في نور سيدنا النبي. فخبط في الحيط. فعشان كده النور الاول. يعني هو بيقولوا عليه ان هو وقد الفتنه وانه كان وقتها الموضوع، وبيقولوا ان هو ربنا غفر له في الاخر. والله اعلم. الله اعلم. بس سيدنا الامام مالك قال كده. قال الإمام مالك قال وهو بيموت، قال: اللهم إنهم يزعمون أنك لن تغفر لي وأنت أرحم الراحمين. فالإمام مالك قال إن كان قالها فقد نجا. لو قالها فعلا يبقى نجا. صحيح، ربنا ينجينا جميعا يا رب. بس الفكرة إن ممكن مثلا يطبق الدين بس بالرحمة. صحيح، يعني كان ممكن يطبقه بالرحمة. ما هو ليه سيدنا رسول الله بيرمز للنور؟
لان النور انك تشوف صح، انك ما يبقاش في غمام على عينيك. في ناس في غمام على عينيها، غمامه التشدد دي بتخليه يشوف كل حاجه باللون الاسود. أيوة. لا احنا دينا ما فيهوش كده. فلا انت اقرا القران في نور سيدنا النبي. انت عارفه عبير ايه؟ اتفضلي. لا اتفضلي اتفضلي. قصدي مش هيخلي جوه الانسان خوف دائم كده في انه بالظبط هو بيعمل صح ولا بيعمل غلط، طب هو كده متشدد ولا هو كده يعني سايب الدنيا ومش ماشي صح. بيبقى جوه صحيح. الانسان نزاع طول الوقت على هو صح ولا غلط. صحيح صحيح. فالنور ده بينور المنطقه دي. لما الايه بتاعت الله نور السماوات والارض مثل نوره يروح قايلين صلى الله عليه وسلم، هو النور عليه الصلاه والسلام. فانت حضرتك ازاي مش عايزني احتفل بالنور اللي نور البشريه كلها؟ وعلى فكره سيدنا النبي كان يصوم يوم الاثنين تحديدا، ما حدش اخذ باله ليه سيدنا كان بيصوم يخص الاثنين بالصيام. قال يا رسول الله لما تصوم يوم الاثنين؟ قال ذلك يوم ولدت فيه. كان بيحتفل على بالصيام. ما هو هتقولي لي حد ممكن يقول لنا طب ازاي بيحتفل بالصيام؟ ايوه ما هو سيدنا الصيام بالنسبه له مش زي بالنسبه لنا. احنا بالنسبه لنا الصيام مشقه وتعب وجوع، سيدنا النبي الصيام بالنسبه له متعه. سبحان الله. سيدنا قال على الصلاه جعلت قره عيني في الصلاه. اسعد لحظات حياه حضرته هو بيصلي.